الرابط بهذه الطريقة. عندي تريبل ماشي دوبل، عندي تريبل ديال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني الكرام، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نتوما والاهل ديالكم ونتوما الوليدات ديالكم والطبيرات ديالكم كذلك. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد المساله استنتخيك اللي هو شنقول لك، كيساعدني ملي كنبغي نبدل الماء للطبيرات وملي كنبغي نبدل الشرابات كذلك. المسألة هذه، هاد لوتخيك هذا، هاد كما كنقولو سيبور اللي هو كيفيدك وكيعاونك وكتقوم بالعملية بأسرع وقت ممكن، هو هذا الإخوان. هاد سيبور فكتهج ليا الشرابات، هانتوما كان هاد الشرابات كنديرهم هنا. أولا قبل ما نستعملها، قبل ما كنحط فيها الشرابات بهذه الطريقة. كما كتشوفوا الإخوان، فأنا وضعت الشرابات حطيتهم في السيبورا. دابا غادي نقوم بملء هاد الشرابات بالشراب، بالماء اللي درت فيه سميتو المضيفات اللي ضفت ليه باغ إكزومبل اليوم، عطيتهم الكالسيوم. ها هو الطريقة هادي، انا كنعمر الشرابات هو الاولاني، كنحط غير شويه داكشي المقدار اللي كيشربوه في النهار. هانتوما كما كتشوفوا ما كنحط لهمش بزاف، يعني باش ما بقاوش يضيعوا. ومن طون كتوصل الخمسه د العشيه، ربعه د العشيه، كتلقاهم سلاو هذاك الشيء اللي عطيتهم، باش كيكونوا ديجا كنكونوا موجدهم عاوتاني الغد ان شاء الله. ملي غنبغي نضيف لهم مثلا دي فيتامين اولا نضيف لهم بروتيكتور هيباتيك، المهم هاد العمليه هادي كتمكنني انني نوزع لهم الماء بطريقه متوازنه، ونقسم عليهم هذا الشيء اللي كاين ديال الماء للجميع. كندير من بعد كنغطيهم بالغلاف ديالهم. كما قلت لكم في فيديوهات سابقين، انني دائما عندي تريبل ماشي دوبل، عندي تريبل ديال الشرابات، يعني انني ملي كنحيد الشرابات كنكون ديجا شرابات اخرين ناشفين واجدين، وكنبدلهم دائما باش كيبقاو دائما الشرابات نقيين للطيور. ملي كنضيف لهم شي اضافات في الماء، فكيكون الشرابات نقيين وما كيكونش ميلونج ما بين دي برودوي اي دوك برودوي، حيت كاينين دي برودوي بعضياتهم ما يمكنش انك تميلونجيهم. الان غادي نقوم بالتوزيع ديال الشرابات على ليكاج. كنحيدو الشرابات اللي هما كانوا عندو، كنغيروهم وكنرجعو هاد الشرابات الاخرين، هادو كنرجعو للبلاصة اللي نزينا الشرابة الاخرى. بهاد الطريقة مكنكونش عندنا شي مشكل ديال لي مازيسيغ ديال هادوك لي شامبينيون اللي كيتكونو في الزبوبة. هذا ما كان الخوت باش ما نطولش عليكم، وتبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله ما تنساوش الابوني وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش تعملوا الفائده للجميع. اني احبكم في الله، الى اللقاء في حلقه ان شاء الله مقبله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.